هلا بيكوس، مرحبا بكم في الحلقة 96 من برنامجكم ريفيو راب. في الحلقة ديال اليوم غادي نشرحو تراك دايموند ديال مورفين مع الكنز طروا. عطيونا واحد جيم وشي كومونتير، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم. هذا ما كان، خليونا نبداو. بالنسبه لسميه التراك، بانوا ليا فيها جوج المعاني. المعنى الاول هو الناس اللي باقي تيديروا الراب قلال، ولا بمعنى اخر نادرين بحال دايموند في وسط هاد الوسخ هذا اللي ولا في الساحه حاليا، وداك الشيء علاش غادي يهضر المورفين في هاد الفيرس ديالو. وتقدر تكون عندها معنى اخر، هو دوك جوج ديال الليدين، هي اللي ديال المورفين واللي ديال كنز دروا، وديك الدايموند هو الراب ديال بصح، وان ما حد باقي بحال المورفين والكنز دروا والنيسيو ورائد الى اخره في الدومين. عم الراب غادي ينقرض، وانا نهضر على الراب ديال بصح، اي ان الراب تيكونوا فيه لي تكنيك واللعيبات، وتيتعطى الوقت للكتابه اكثر من اي حاجه. الخدمه ديال دكتور تريسين تيجي ما داكشي نقي، واحسن واحد تيفهم المورفين. حاجه اخرى اللي عجبتني هو البرود اللي حط انس مزكه بجد، وداك البيانو اللي كان في الاول تيتسمع لك في قاع ودنك، وعجبتني حتى الفلوت اللي دار في البريدج كانت نقيه بجد. اوم ضافير بجين كاسكيت ملعشت الحلم ما بقيتش شنفق. هاد اللعبه دي ديال اوم ضافير ضرب جين وكاسكيت فكرتني في شخصيه ديال روي كاندل من سيري ديال سكسيشن، هو اللي تيلبسها هكا. وهنا المورفين يقدر يكون قصده، ويقدر يكون تيقصد انه هي مختلف على بنادم وتيلبس داكشي فاش تيرتاح. مع عرفنا لي زوم ضافير تيلبسو كوستيم من الفوق حتى لتحت بلا كاسكيت لا والو، وهذا جزء من الشخصيه ديال المورفين. كملوا فاش قال ملي عشت الحلم ما بغيتش نفيق، وهاد اللعبه دي اي واحد الا دخل في الحلم ديالو راه ما عمرو غادي يفيق. خليف مارسيل خليف تعرف خلي ولا سيل لي ديموكرات. انا تيهضر على اي رابر تيتعنى بشي واحد، وعلاش ذكر مارسي حيت خرجت اساطير راب فرونسي، وان اي واحد تيعرف شي رابر مارسيي هي باش يبان مختلف وصافي. ديك اللعبه ديال خالف تعرف كيف ما قال مورفين، وان اي واحد تيدير هكا غير يخوي الساحه، ما عندنا ما نديرو به. الف باء جيم الرئيس رازي في موا لا فيزا ريستوكرات. هاد اللعبه ديال الف باء جيم بحال شي كود، زعما راه جاي الرئيس خوي الطريق. الرئيس هنا بطبيعه الحال هو المورفين، ومشى جلس فوق العرش ديال الراب مغربي وروا باب صافين باش يبوسو ليه يجي على الطريقه ديال لابيز ايروستوكرات كيف ما تتشوفوا في التصويره. جلس فوق الارض الراب ولو بلاط كنت كرع في ليريم واعره واعره. هاد النوطة ديال جالس فوق ارض الراب اي زعما كلشي ديالو. بالنسبة للبلان ديال كان اختار عليه ريم وتبعها واعرة واعرة، اللي هي الكنية ديال واحد خونا ولد كازا، وبالضبط في بورغون كانوا بانوا ليه شي فيديوهات ديالو في 2009 تيشرب كوكا دقة واحدة، وفاش تيكون تيشربها تيتقرع شي تقريعات يا ربي السلامة. داكشي علاش قال المورفين مقرع عليه ريم، اي تا هو عنده جي ريم يا ربي السلامة. هذا كتاب ما تلقاش فيه شكرا دوك الفاصل فاست عندي عايقة. هنا بكثرة الايجو ديال المورفين عمرك غادي تسمع منه شكرا، وان المورفين تيتعامل مع الحياة على حساب اش بغاتو يكون، داكشي علاش عنده فيستا دوبل فاس. هبط اوكتاف وبلا فوغراف معلق في 808 15 في 3 45 كورتيج ضد الحرب العالمية. سولفيج يمكن لك تطلع ويمكن لك تهبط، وهنا المورفين قال باللي هابط اوكتيف واللي هي دو في دوك اللعيبات ديال دو ريمي فا سولا سي دو، ويلا بغيتي يكون الصوت غاف خاصك تهبط تالمي، وان مني هبط بقى معلق في الاي تو ايت اللي هي واحد البيس اللي طايحه بزاف. اي ان المورفين داكشي علاش تيقصر بشويه، والناس اللي قارين سولفيج يزيدوا يشرحوا لنا هاد النويطه هادي في كومونتير. وراه قال باللي ان 15 في 3 اللي هو الاي كي اي ديال حمزه، و15 في 3 تعطينا 45 اللي غادي يجبد بها الكورتيج ديال 1945 اللي كان في الحرب العالميه الثانيه. هنا عندها جوج المعاني، يا اما هضر على الكورتيج ديال ريد ارمي فاش غادي يدخلوا لبولندا، ولا غادي يهضر على ديت مارش اللي حتى هي كانت على شكل كورتيج واللي دارتها المانيا النازيه بعد ما خسروا الحرب. وهاد المسيره هادي كانوا الاغلبيه ديالها يهود. اللي بيوصل من هنا المورفين هو انه جمع كاع المرافن وداخل بكورتيج على اشباه روابا بحال كيف ما دار الريد ارمي في بولندا. وغالبا هادشي هذا اللي بغا يقصد مع في التراك ديال ايزوتوب كان قال مطرقه ومنجل اللي هي ريفرنس للاتحاد السوفيتي. الكارفور ماركت الميني برايم للبس ناس تقطيو العلويه. تيتقدى الشراب من السوبر مارشي وبالضبط كارفور، وتيدوز عند البزناس يقضي شي طريفه باش يتكيف ويعصر في الليل على شي تراك. وبمعنى اخر ان زعما لا ما كانش الشراب وما كانش الحشيش ما تيكتبش المورفين. الدروك اللي تندير ما فراسكش تنضرب غير لافراب وفي الهيب هوب يوشي يا حب
بينتو كل يتعلق في ميكرو هابي شنو لو عطانا كل شي فو بالكتابة تلو الإبرو. المثل تيقول كل شات تتعلق من كرعة، وهنا المورفين قال أن كل واحد غادي يتعلق من الميكرو ديالو، أي أن كل واحد غادي يتحاسب على داك الشي اللي تيجير. وجمع روابا كاملين على أنه هرب ليهم سوا في الكتبة ولا في أي حاجة. ومن البيبرون واللي تسمعهم معصرة مشات القوادة بحالها بقاو غير حنا. وختم بخوتنا اللي ولاو تيتانسبيراو من الراب المصري، وعلى ان الراب المغربي مشات ليه الهيبه مني ولاو بحال هاد خوتنا في الساحه، ولا مشات الهيبه راه تيبقى المورفين. دريفت امبالا فيرشيف ماسكي في القالة. امبالا هي واحد الطوموبيل من شركه ديال شيفرولي، وتهضر بالضبط على امبالا جينيراسيون 3 اللي خرجت في 1964 واللي كانت واعره من ناحيه الدريفتين. غادي يجبد حتى المود فيرشيف، هو واحد السيستيم ديال سيكوريتي كاين في الماك، الا درتيه ما كاينش اللي هاكيك. وقال ماسكي في غالا اللي هو واحد ليفينمون سميتو غالا ماسكي، وهنا كان طروا لعب بالسميه ديال الكونسيبت وليفينمون نيتات كل لابس فيه الماسك. وهذه اللعبه هذه ديال انه تيلعب بنفس السميه كيف ما كان دار في الايبي ديال تريبس فاش قال سالفادور كيدالي. نوابلا اسبانيول كنعرف غير فيكتوريا وغانار، الراب عندي بحال شي كومبيت كنميلونجي فيها السبور مع لار. انا قال زعما انه ما تيعرفش يهضر بالسبليونيه، وغادي يذكر غانار وفيكتوريا اللي تيعني الرباح، اي ان زعما ما عندوش في القاموس ديالو الخساره وانما تيعرف غير الرباح. داكشي علاش عنده الراب بحال شي كومبيتيسيون ولا بحال شي منافسه، وديما تيدير ريفرنس للفن والسبور. بوب لي تيست انتي دوباج انستوبابل كيل فولكون لانات سايبر بانك وكل النهار كتزاد عندي طيرة في الرام. متبوع من صحاب الانتي دوباج، بمعنى انا دخوتنا فاش تيشوفوا شي واحد عنده شي فصاله مزيانه ما تيتيقوش انه راه طالع طبيعي، وتيشوفوا واش تيضرب البراوات. وهنا الكنز طروا غادي يسقط على الكتبه ديالو، على ان الناس فاش تيسمعوه ولا تيشوفوا الكتبه ديالو ما تيتيقوش ان راه هو اللي كاتبها، وتيتصحاب لهم واش تينقل وتيبداو تيقلبوا منين. انستوبابل اي انه الا فات حتى ناض لشي واحد في شي بيف ما كاينش اللي غادي يحبسو بحال شي بوركان. اما البلان ديال سايبر هي واحد الجيم ديال خونا في المستقبل، وكل مره تزادوا ليه في الرام باش يتطور. وهنا الكنز طروا قال بحال هاد خونا هذا كل نهار تتزاد عنده وان تيرا اللي تتمثل 1000 جيجا ديال لي سباس باش يزيد يعمر راسو. كان فاك الصباح ما شبعان شراب كنشعل شي ام سي عاد كنطراف كنقصد قال كيتسال كنعطي حسابه بلا ما نصراف. هنا في بلاصه ما يقول تنحل عيني بجوان، قال انه تيحل عيني بشي رابر اي انه تيكتب شي كلاش عاد تيحس براسو راه مزيان وتيعطي لاي واحد حسابه كيف ما كان. بلاصه الحساب هز المايك مشوفوش البرود كي لوغو طرالف قدامي لي ستارت من بلاصه لي فاس كنحط الحساب كشي تريدر. انه تيسلخ اي رابر بالموسيقى ديالو. بالنسبه للكلمه ديال مشوفوشي هي موج العصا وراكب فوق الخيل باش يضرب بحال لوغو ديال رالف اللي هو اللوغو ديال بولو، غادي نحط لكم التصويره ديالو هنايا. وانه حاط قدامه الاحصائيات وتيحسب بحال شي تريدر اللي المعنى الحرفي ديالها هو تاجر. شاد ليكيليبر بين الخير والشر من سبلينتر من شريدر، شاد التوازن ما بين الخير والشر اللي عبر عليها بسبلينتر اللي هو الاستاذ ديال تورتينين جاو تيمثل الخير، وشريدر اللي هو السوبر فيلن هو الجانب ديال الشر في الكوميك. كان بوكسي في السيلاب الكنز المورفو كينغ اوف رايمز جامعين بين تكنيك دون لي فيلد والبويسونس لي بانش ديال كيمبو سلايس. هنا قال بلي هو المورفين ملوك القوافي وشبهوا راسهم بالتكنيك ديال هولي فيلد في الرينج مع خونا بوكسور، وعنده واحد التكنيك خطيره، وشبهوا لي بانش ديالهم بلي بانش هنايا عندها دبل مينينغ مشات مع لي بانش لاين ديال الكنز طروا والمورفين اللي تيحطوا في الكتابه ديالهم، ولي بانش اللي هما الديريكتات ديال كيمبو سلايس اللي خونا بوكسور وعنده دي بانش اللي واعرين. فلو غلاسيال دايموند ايس بيني وبين المايك كورون دايمن دايس اونلي فاكس كنقول غا اللي كاين ما كنافقش واخا يقولوا عليا خايب ما كندير راسي حتى فشي قرض غير باي. هنا غادي يختم الكنز طروا على انهم فاهم مع المايك وتيقول ليه الفاكتس، واخا عارف ان هذه الحقيقه تضر شحال من واحد وتيتسمى الكنز طروا خايب، ولكن ما عندوش المشكل في هذه العيبه هذه. وقال ما تيضروا في راسو حتى شي قرض من غير بيب، بحيث ان هذه بيب هي واحد الماركه واللوغو ديالها فيها قرض، وهذه بونش نقيه وعجبتني بجد. هذا ما كان في الريفيو اليوم اللي نتمنتنا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو خليونا واحد جيم، وقول لي في لي كومونتير الا بانت لكم شي حاجه عندي ما صحيحاش، وقول لي كيف جاكم التراك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. هذا ما كان تشاو اميغوس.